تسببت طبيبة مقيمة وافدة تعمل في مستشفى خاص بجدة تسببت بحرمان مواطنة من الإنجاب مدى الحياة بعد أن دخلت المواطنة المستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية، لكنها خرجت منها بإعقام دائم. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي، نتابع. تنتشر الأخطاء الطبية في كل دول العالم لأسباب كثيرة، لكن عندما يكون نتيجة الخطأ الطبي فقدان عضو أو عقم أو الوفاة لا قدر الله، فهذا الخطأ لا يغتفر. فسيدة سعودية تتابع حالة حملها في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة، وتم تحديد موعد ولادتها لإجراء العملية القيصرية لها، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت المريضة بعد الولادة بعقم دائم، وعلمت حينها أن الطبيبة أجرت لها عملية ربط لأنابيب الرحم. وأفاد المدير الطبي للمستشفى أن العملية تم إجراؤها بعد موافقة زوج المريضة والتوقيع على الموافقة لإجراء العملية، لكن زوج المريضة ذكر أنه وقع على طلب الموافقة ولكن لم يكن يعلم بوجود طلب عملية ربط الأنابيب، والضحية هي المريضة التي أصيبت بالعقم الدائم. ويبقى التساؤل، من سيتحمل الخطأ الطبي الذي حرم المريضة حق الأمومة؟ ياسمين الصوفان، استوديو الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا، هذه قضيتنا لهذا اليوم، وللحديث أكثر عن هذه القضية معنا في الاستوديو الدكتور سليمان النجاشي، استشاري نساء وولادة. حياك الله دكتور سليمان. يا هلا وسهلا بك. مساك الله بالخير. والله أيضا معنا سيكون عبر الهاتف بعد قليل الزوج المتضررة الأستاذ نبيل السلمي، وأيضا عبر الأقمار الصناعية من المدينة المنورة الدكتور عبد الهادي المزروعي، عضو الهيئة الشرعية للأخطاء الطبية في المدينة المنورة، وسيلتحق بنا إن شاء الله لاحقا أستاذ مشعل الربيعان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. نبدأ مع ضيوفنا، وفي البداية مع الزوج المتضرر الأستاذ نبيل السلمي. حياك الله أستاذ نبيل، مساء الخير. أستاذ نبيل تسمعنا؟ أستاذ نبيل السلمي أنت على الهواء؟ طيب بنرجع للأستاذ نبيل لكي نتعرف أكثر على هذه القصة بتفاصيلها، ولكن نرحب ب ايضا ضيفنا طبعا في المدينه المنوره الدكتور عبد الهادي المزروعي، عضو الهيئه الشرعيه للاخطاء الطبيه. دكتور عبد الهادي، عندما نتحدث عن القانون هنا في وزاره الصحه، كيف نستطيع ان ويستطيع اي مواطن ان يعرف ما له وما عليه؟ دكتور عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين. هو الحقيقه ان يوجد هناك نظام لمزاوله المهن الصحيه، وفي مواد واضحه تحكم العلاقه بين الممارس الصحي وبين المريض. والممارسه عشان تكون قانونيه لا يترتب عليها مسؤوليه ومساءله، فان يجب ان تترتب فيها او تتوفر فيها 5 اركان. إذا توفرت هذه الأركان صارت ممارسة قانونية، وإذا غاب ركن منها تكون غير قانونية. وعلى حسب الركن اللي يغيب تكون نوع المساءلة. هناك 4 مساءلات في القانون. الأولى نسميها تأديبية ولها شروط، والثانية أدبية ولها شروط، والثالثة مهنية أيضا لها شروط، وهي اللي تسمى في العرف وبين الناس الأخطاء الطبية، والرابعة نسميها جنائية جزائية. جنائية الجزائية. نعم، تفضل. جميل. سنعود للحديث عن هذه الأركان اللي ذكرتها دكتور عبد الهادي. الآن عاد إلينا من جديد الأستاذ نبيل السلمي، زوج المتضرر. حياك الله أستاذ نبيل. الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا وعليكم السلام. بداية يعني نحن نتعاطف معك ومع ما حدث معك حقيقة في هذه القضية، يا ريت تعطينا التفاصيل أستاذ نبيل. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا أول شيء على هذا الاستضافة من التلفزيون الإخبارية، وعلى الشباب اللي صراحة كانوا متعاونين ومتعاطفين معي في هذا الموضوع. بالعكس، هذا وجه. باختصار شديد، أنه أنا رحت لمستشفى خاص في جدة على أساس أني أنا أتابع حمل زوجتي. قرروا موعد عملية. لما قرروا موعد العملية جينا في موعد العملية، سووا لها العملية، كان كل شيء طبيعي جدا،
وقت الخروج من المستشفى قالوا لي لازم تنزل تخلص إجراءات. أنا وزوجتي قد خرجنا من الغرفة وبشيل ولدي من الحضانة، فقالوا لي لازم تنزل تخلص إجراءات تحت. نزلت على أساس أخلص إجراءات، قالوا لي في مبلغ مالي لازم تدفعه. أي مع العلم أنه أنا تأميني VVIP، تأميني أعلى فئة في التأمين. يشمل العملية بالكامل التأمين؟ يشمل أي شيء. طيب. أي شيء صحي فيه له مشكلة يشمله. طيب. قلت لهم ليش المبلغ هذا؟ قالوا هذا خش على مدير، ما كنت أعرف هو مدير إيش، بس كان الظاهر مدير عيادات أو حاجة زي كده. فقلت له يا أخي أنا عندي الأبروفل من شركة التأمين كله موافق عليه، ليش أدفع فلوس؟ قال لي روح أسأله. سألته قال لي سوينا عملية ربط. قلت له ربط إيش؟ قال لي عملية ربط للأنابيب. قلت له لي أنا توقعت بصراحة إنه يعني في 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 مصيبة صايرة على زوجتي أو شيء، أنا ما كنت أعرف إيش الموضوع. طبعا بجانب عملية الولادة القيصرية سووا عملية ربط أنابيب. نعم أنا أي. لما جيتهم قلت لهم خلاص بس خلوني أخذ زوجتي ومرتي، وزوجتي عفوا وابني، وبطلع البيت وبجيكم مرة ثانية عشان أستفسر، لأنه قالوا إحنا ما ندري ليش صارت العملية، لازم تسأل الدكتورة، والدكتورة ما كانت متواجدة. الدكتورة اللي أجرت العملية ما كانت متواجدة. أيوة هذا الكلام بعد يومين من العملية لأنها قيصري. وأنا أيوة. خارج لما قلت لهم بخرج بشيل طفلي وزوجتي معايا على البيت، قالوا لي لا ما حنقدر نديك الطفل لين تدفع الفلوس. قلت لهم عاد أمر الله إيش نسوي. دفعت الفلوس أخذت الإيصال، بعدها اتصلت على المستشفى أنا بنفسي على أساس إني أنا أطلب المبلغ هذا من شركة التأمين. أيوة. طبعا أنا استعجبت كيف هم أصلا عملوا العملية هذه. اتصلت على المستشفى قلت له ممكن تدوني تقرير للعملية وإيش السبب؟ قال لي المدير الطبي اسمه فاروق أتوقع. أي. قال لي يا نبيل الموضوع أنا بشوف الملف وارجع لك. رجع لي بعد ما شاف الملف قال لي هذه حسب طلبكم. حقيقي الأرض وقتها لفت من تحتي. حصل إيش؟ إيش قال؟ حصل إيش؟ قال حسب طلبكم. حسب طلبكم إيه؟ قلت له طيب ممكن تكتب لي تقرير إن أنتوا سويتوا العملية هذه حسب طلبنا؟ قال لا نصاً. اها قلت له طيب انا في موافقه في طلب مني انا قدمت طلب لكم؟ قال لا. قلت طيب في موافقه انا موافق؟ قال نعم في موافقه. قلت له طيب انا الحين جايك بشوف الموافقه؟ قال لا. رفض انه يوريك الاوراق الرسميه الخاصه بالعمليه. مع العلم هذا الكلام اللي انا اقول انا مسؤول عنه هو قاله موجود في التحقيق. أيه. انه رفض يعطيني ورقه انا موقع عليها. قال لي اذا تبغى تشوفها روح اشتكينا في الشؤون الصحيه نصا زي كذا. وأنا الآن ماني عارف يعني حقيقي أنا والله العظيم من كثر ما توجهت لكل مكان يعني أنا نفسياً تعبت، زوجتي أصلاً قد نفسياً تعبانة، الموضوع يعني مؤثر علينا بطريقة مين هي. طيب. هذه المستشفى ومين طيب. هذا بالنسبة للتفاصيل. بعد كذا أستاذ نبيل لما يعني حاولت أنك تتواصل مع الوزارة، إيش كان رد الوزارة وزارة الصحة؟ أول شيء أتمنى أنك تديني 3 دقائق في هذا الموضوع لأنه الموضوع هذا جداً جداً حساس. تفضل. وانا اتمنى هو الوزاره ما لها ذنب، اللي له ذنب هو الشؤون الصحيه والذي نفسي بيده وانا اتحمل الكلام هذا اللي انا قلته. الشؤون الصحيه هذه انهم لا يعلمون ماذا يفعلون نهائيا. ايش السبب طيب استاذ النبي؟ انا جيت عندهم قلت لهم يا جماعه الخير بشوف المستشفى رفض يعطيني وبشوف الورقه اللي انا وقعت عليها. قالوا لي اوكي جابوا الورقه. طلعت الورقه اللي انا موقع عليها اللي هي ورقه اجراء عمليه قيصريه فقط. ايوه ومضاف عليها هذا الكلام. قلت له هذا الكلام ما كان موجود لما وقعت الورقه، هذا الكلام ما كان موجود. قالوا خلاص احنا بس عندنا شيء يثبت. قلت له يا اخي هو الموضوع مو شيء يثبت، انا قاعد اقول لك مو موجود. قال لي انا بجيب انا بتكلم مع المستشفى. جابهم حتى المدير الطبي قال نصا كذا قال انا ما رضيت اعطيه الورقه. كل هذا أهمل وقال عندي توقيع. للأسف اشتكيته على طبعا أنا اشتكيت في الشؤون الصحية 6 مرات مش مرة واحدة. في الأخير اضطريت إني أنا أدخل على مدير الشؤون الصحية. طبعا مدير الشؤون الصحية صار بيني وبينه موقف، أتوقع إنه هو فاكرني كويس لو هو يسمع. أنا جيت لين عنده المكتب قلت له يا أستاذي هو سؤال واحد، هل الإجراءات اللي قامت فيها المستشفى صحيحة ولا لا؟ رد علي نصا نعم. قلت له يعني هذه إجراءات العمليات اللي مثل هذه عمليات اللي أعرف لها إجراءات خاصة لها كونسنت خاص، أنا أشتغل في شركة تأمين وأعرف بعض الأنظمة في هذه الأمور. قال لي هذا اللي عندنا. قلت له ترى شوف أنا بعد كذا ما حتكلم معك، أنا حتوجع الوزير نصا. قال لي قوم أطلع برا نصا، أنا أتحمل ذا الكلام. قلت له شكرا. طيب قضيتي إيش بيصير فيها؟ قال لي قضيتك بيجيك صورة منها أنها هي حفظت. طلعت برا راح جاب ناس كان من ضمنهم واحد اسمه محمد باسودان إلى الآن فاكره، جابوا وجاب معاه 3 دكاترة
والظاهر سألهم قال أبوي القضية هذه كيف موضوعها، والله أعلم أنهم قالوا له ترى اللي أنت قلته هذا غلط. بعد كذا حول قضيتي إلى شخص اسمه نواف البطي، مع أني طالب 4 مرات تحويلها للمتابعة الفنية، لأن المتابعة الفنية هم المختصين، هو رفض هذا الشيء. أولا عن نواف البطي راحت اللجنة يقولوا بدل أنا طلبت تحويلها إلى النيابة، لأنه بصراحة اللي كان واضح جدا 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 يعني ما يختلف على أي اثنين إنه الشؤون الصحية ما كانت شؤون صحية، الشؤون الصحية كانت المستشفى، كنت أواجه مستشفى أنا. وعندي ما يسمى يعني، يعني ما في دعم من قبل الشؤون الصحية للمتضرر. والله العظيم شوف أنا كان يعني متأسف إني أنا قاعد أقول هذا الكلام، ومتأسف إني أقوله على الشؤون الصحية، أقسم بالله العظيم إنه هم خصم لي، الشؤون الصحية والمستشفى مع بعض الاثنين سوا. واحد يجيني يقول لي شو اسمه أنا ما أحولها لك للمتابعة الفنية، تحول لشخص. بعدين في موضوع مهم جدا، يعني طلع المتحدث الرسمي في برنامج الرافض معاكم أي. يعني قال كذب بطريقة على لساني، وموجود الحمد لله إنه الحلقة موجودة أي. قال إنه الدكتورة تقول إنه في داعي صحي، أنا عندي ما يثبت كلام الدكتورة بنفسها، سألوها هل في داعي صحي في التحقيق، قالت لا يوجد أي داعي صحي لهذه العملية. وحتى لو في داعي صحي المفروض أن يعطونكم خبر يعني. يا سلام الشيء الثاني، لا أنا أقول لك هو ليش كذب علي، يعني كذب على لساني وقال إنه أنا طعنت في التوقيع. أنا إلى الآن أقوله وعبر الإخبارية أقول هذا الكلام، أنا وقعت على هذه الورقة، ولكن الموجود هذا لم يكن موجود، ما كان في ربط للأنابيب والكلام الفارغ هذا. أنت وقعت على ولادة قيصرية فقط؟ أنا وقعت على مبدأ أنه زوجتي عندها ولادة قيصرية، والله أقول لك أنت عارف اللي يخليك طيب. يزير خليني بس أأتي بنقطة، بس أنا الملف موجود عندي، أنا مستعد عين أي دكتور أودي الملف، الملف أخذ صورة منه ولا ورقة في الملف، ولا ورقة واحدة ورقة تقول أنه زوجتي عندها حالتها الصحية تعبانة، أو زوجتي يبقى يتعمل لها أصلا ربط أنابيب. الربط هذا مكتوب فقط في الورقة هذه اللي تقول عليها الدكتورة، ما أدري إيش سوت من مصيبة وتلاحقت الموضوع. أنا ماني عارف يعني أدور حقي عند مين إذا كان الشؤون الصحية خط. طيب أنت اتجهت إلى جانب قضائي صحيح؟ اتجهت إلى جانب قضائي والحمد لله. النيابة العامة بصراحة يعني هي الموضوع في النيابة العامة، النيابة العامة يعني الحمد لله إنهم ناس يعني حقيقي أنا أشيد في شغلهم من هنا، لأنه ناس يعني أنصفوني نوعا ما. الشؤون الصحية يعني حقيقي أنا يعني أتمنى إن الوزير يكون يسمع الآن ويحقق في الموضوع هذا. يا جماعة الخير ترى احنا مواطنين انا يمكن افهم لاني انا اشتغل في شركه تامين، ترى غيري جاهل جدا. بالضبط هذه الفكره فعلا، انه في ناس يعني ما يعرفون ترى الجاهل لو جيت قلت له زي كذا خلاص انت مالك شيء وغلقنا القضيه، تلقاه راح المسكين وقاعد يندب حظه جنب زوجته. ليه يا اخي؟ احنا ناس من العامه، انا ماني دكتور ما طيب. درست طب. طيب برجع لك استاذ نبيل. دكتور عبد الهادي، يعني بما انك الان سمعت القصه مباشره، وبرجع لك دكتور سليمان. دكتور عبد الهادي، اللي حدث الان مع المريضه، هل هو كما ذكرت انت في تصنيفاتك في بدايه الحلقه، هل هي جنايه ام اعتداء ام ما هي بالضبط؟ طبعا احنا سمعنا من طرف واحد، ما يجوز ان نعطي حكم نهائي، لكن احنا نتكلم على صفه العموم، على صفه العموم. جميل. الاذن الطبي هو ركن من اركان الممارسه القانونيه. اذا غاب الاذن الطبي صارت الممارسه غير قانونيه. اذا غاب الاذن الطبي او كان الاذن الطبي غير متوفر شروطه كامله صارت الممارسه غير قانونيه. لكن غياب الاذن الطبي لا يضع الطبيب أو الممارس تحت المسؤولية المهنية أي الخطأ الطبي، لكن يضع تحت المسؤولية الجنائية، لأنه مخالفة للمادة رقم 19 من النظام التي تنص نصا على وجوب أخذ الإذن الطبي والإذن المريض وموافقة على أي إجراء طبي. أي إجراء طبي لابد من هذه الحالة بالذات في خصوصية، أن المادة نصت على وجوب أخذ إذن المريض سواء كان امرأة أم رجلا. أخذ إذن المريض سواء كان رجلا أم امرأة، ولا يجوز التعدي إلى أخذ ولي إذن الولي إلا في حالات. طيب. إذن الأصل هو أنك تأخذ إذن المريض نفسه، فالسؤال هل المستشفى قامت بأخذ إذن الزوجة قبل إذن الزوج؟ هل الزوجة أصلا كانت موافقة على العملية أم لا؟ بغض النظر عن طعن الزوج في 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 الإذن الطبي، يكفي أخذ الإذن من المريضة نفسها. المستشفى قد قامت بأخذ إذن المريضة نفسها ثم لاحقا موافقة زوجها
ثم لاحقا إيه؟ فإنها يعتبر الإذن الطبي غير قانوني، بالتالي الممارسة كلها غير قانونية. هناك ملاحظة أخرى أيضا قوية جدا، وهي كل المراكز الطبية المحترمة في العالم لا تعتد ولا تقبل الإذن الطبي في العقم الدائم في وقت الحمل أو الولادة لغياب الحيادية في عقل وتفكير المرأة في هذه الفترة. فحتى لو وافقت المرأة على العقم الدائم، أي عملية من عمليات العقم الدائم وهي في أثناء فترة الحمل أو أثناء فترة الولادة، فإن معظم أطباء العالم لا يقبلون. بالتالي الخلاصة أن الإذن الطبي غائب في هذه الممارسة. بالتالي المادة رقم 19 من نظام مزاولة المهن السعودية متحققة، فتثور المسؤولية الجنائية وتكون تحت المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية السعودية. طيب، جميل هذا التوضيح الرائع منك دكتور عبد الهادي. دكتور سليمان، يعني مثل هذا الخطأ الطبي، يعني هل عملية ربط الأنابيب عملية يعني سهلة وتعمل في أي وقت بهذه السهولة اللي صارت مع الأستاذ نبيل وزوجته؟ أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشكر الأخبارية اللي تناقش هذا الموضوع المهم للمريض وللزملاء الأطباء. جميل. موضوع أنا ما جيت أنا كقاضي ولا جيت محامي، وإنما بسبب خبرتي الطويلة حبيت أبدي رأيي. تفضل. بالنسبة لأي عملية كانت يجب أن يكون فيه توقيع وموافقة من الزوج والزوجة، لأن هي الضحية الزوجة. ولا في، أنا قريت تقرير أظن من المديرية تقول أن العملية أجريت أساس تحسبا لنزيف ربما يكون فيه في المستقبل أو مشاكل تكون في المستقبل. ما في عملية على وجه الأرض مسموح للطبيب يسويها بدون إذن إلا لما يكون إنقاذ الحياة المريضة، وهذه متى تكون؟ لما أنك تسوي قيصرية ويكون عندك نزيف وما تقدر. هذه ما يحتاج لها لا إذن ولا شيء دكتور. نعم أيه. هذه ما يحتاج لها إذن، ومع ذلك يجب احتراما للمريضة أو للأقاربها أنك تخبرهم. طبعا المريضة نائمة لكن زوجها وأقاربها يكونوا قريبين لك، تخبرهم تقول أنا ما قدرت أتحكم في ذا، فلا بد مثلا أني أجري عملية مثل إزالة الرحم. هذا واحدة. بالنسبة للربط الأنابيب، هذا يعتبر يعني عمل مقدس يجب أن الزوجين كلهم يوافقون عليه. وأنا أقول لك يعني بالنسبة للمرأة ما يجب أنها تسأل عن هذا في الوقت اللي هي تكون في ظرف صعب مثلا في نهاية الحمل. لو في سببين مثلا إذا أنك تنصح المريضة فيما بعد، السبب الأول مثلا كلهم يكون في التصاقات كثيرة، وتعرف أنه في المستقبل حيكون أنه ربما أنك صعب أنك تجري العملية. الثاني لما يكون مثلا جدار الرحم خفيف جدا وتخاف أنه لكن هذا يجب أنك في البداية أنك تسجل في الملف وتنصح المريضة. وفي عدة إجراءات فيما بعد تقدر تسويها عن طريق المنظار البطني ولا الرحمي، ولا تستعمل لولب هرموني اللي يجلس 5 سنوات أو أكثر، فما في داعي لإجراء العملية كطارئة. طيب، ولكن اللي صار معهم انه يعني من دون ما يوضحون لهم اي شيء، يعني حتى يمكن الاستاذ نبيل ما التقى بالدكتوره ابدا اللي اجرت ما التقى بالمساله، هو انه اخوك شف يقدر يرجع على شو اسمه على التوقيع على ذا ويشوف توقيع هل هو مشمول في هذا. والنقطه الثانيه والمهمه اللي يقدر يستكشف فيها ان شركه التامين ما تسمح لك تجري عمليه إلا هي مطلعة على كل العمليات، حتى لو أنها مش حتدفع له. يعني ربط الأنابيب شركة التأمين ما تدفعه، لكن برضو يجب أنها تعرف، لأنه لو لا سمح الله صار فيه مضاعفات
حتى تقول تدعي ان المضاعفات هذا من ربط الانابيب. الاستاذ نبيل اصلا ما كان يدري اصلا، الاستاذ نبيل يقول انا ما دريت حتى. ايه هو بس يقدر يكتشف هذه النقطه بالاوراق اللي رجعت من اللي راحت ورجعت من شركه تدين، هل مذكور فيها ربط الانابيب ولا لا؟ استاذ نبيل اذا سمعت السؤال هل تجيب عليه؟ انا بس حاب اسال اول شيء الدكتور. الدكتور قال نقطتين مهمه جدا. اول شيء قال لازم انها هي تذكر في التامين. يا دكتور عشان نريح المستمعين كلهم، انا الورقه التامين اللي طلعت من المستشفى شركه التامين جات عندي انا، لان انا شغال في شركه التامين. الورقه فيها فقط العمليه القيصريه فقط، ما فيها اي شيء. الشيء الثاني يا دكتور، في حاجه مهمه جدا. انت قلت يا دكتور انه لازم الدكتوره يعني تنصح باشياء او غيره. يا دكتور انا اللي اقول لك شيء واحد، شفت الملف الطبي، انت دكتور الملف الطبي نفسه انا مستعد ارسله لك شخصيا، البري اوبراتيف، ورقه طلب غرفه العمليات، جميع الاوراق ما تقول انه كان في عمليه ربط للانابيب نهائيا، فقط الورقه هذه. يعني الموضوع مش موضوع انه والله هي قررت وقت العمليه، انا وقت العمليه واقف برا، انا واقف عند غرفه العمليات لين طلعت، ليه ما قالوا لي لين جيت اطلع من المستشفى؟ انا اقول لك انا مستعد يا دكتور اتواصل معك واوريك الملف. يعني انا مستعجب انه هذه العمليه كيف 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 اخترعوها لي. لو انه شفت الملف الطبي، انا اعرف اقرا في الملف الطبي، لو شفت الملف الطبي يا دكتور حتى تقرير العمليه الجراحيه، التقرير اللي تكتب خط الدكتوره مكتوب ان العمليه طبيعيه جدا وما في اي مشكله. والشيء الاهم من هذا كله دكتور انه سالوا الدكتوره قالوا هل ما هي الدواعي لمثل هذه العمليه، سالوها سؤال زي كذا، ما هي الدواعي لمثل هذه العملية؟ قال الدواعي قليلة جدا وجميعها لا تتوفر في هذه المرأة. عجل يعني ليش صار يعني؟ أنا ماني أنا من جد يعني حقيقة يا دكتور أنا ماني عارف. طيب أنا نفسي طيب أستاذ نبيل تسمع إذا كان لك تعليق دكتور؟ أنا أقول لك يعني هو يقدر يكتشف هذا هل هو وقع على العملية ولا من الأوراق اللي أرسلت لشركة التأمين. هو يقول بس وقعت على عملية قصرية. ما هي موجودة. ما هي موجودة. حتى لو قال هو بس شركة التأمين. العملية اللي أرسلت للشركة وجواب شركة التأمين، لأنها أنت ممكن تحط لك 5 عمليات وتوافق شركة التأمين على 2 منها، 3 أنت تدفعها، فالورقة هذه حتبين لك إيش هي العمليات اللي طلبت من الشركة وإيش هي العملية اللي وافقتها له ولا. أستاذ نبيل شركة التأمين عندها علم بالعملية ولا ما كان عندها علم؟ يا عزيزي أنا لما يا دكتور أنت والمذيع والأخ اللي معاكم القانوني، والله يا جماعة أنا متواصل مع قلت لهم يا جماعة الخير أنا ليش دافع الفلوس هذه؟ قالوا هذه ما جاتنا العملية أصلاً. يعني ورفعت شكوى في مجلس الضمان الصحي من الورقة في الورقة اللي راحت وجت من التأمين. يا دكتور الورقة أنا أكلمك يا دكتور هي أمامي، الورقة مع الإعداد عندك، خلي يعطونك إياها. ما في هذا الكلام، ما في أبداً معقول. وثاني شيء زي ما قلت لك هي ما هي طارية عملية الربط، ما هي طارية بأي حال من الأحوال. انت ممكن واذا ما هي طارئه يسوونها. طيب هذا هو هذا السبب. طيب يعني الشيء الطارئ فقط اللي قلت له النزيف اللي ما يقدر يتحكم الدكتور في توقيفه. معليه يا دكتور خليني اوضح حاجه بس. تفضل استاذ. من وجهه نظري انا كاني ماني دكتور، هو الضروره الموجوده اللي يقولون عنها ضروره انه هي ما عاد تحمل ولا تولد. على قوله ما عاد تحمل ولا تولد، انا عندي 1000 حل اني انا اسويه، ليش توقف لي الانابيب؟ طيب عشان نستثمر الوقت استاذ نبيل انا باخذ راي الدكتور عبد الهادي. دكتور عبد الهادي انت سمعت الان الحاله، يعني استاذ نبيل السلمي كيف ممكن نحاول قانونيا انه ينقذ نفسه من هذه المشكله؟ انا ارجع واقول احنا نتكلم على صفه العموم. طيب بالنسبه لمثل القرارات العظمى في كل التخصصات يجب على المستشفى ان يكون لديها سياسات واجراءات معينه وصلاحيات. فإذا كان المستشفى فيه سياسات وإجراءات لمثل هذه العمليات فيجب أن يكون لها كونسنت خاص بها ولا تضاف مع الكونسنت العادي. ثانيا وهو أيضا مهم جدا، يجب المستشفى أن تعطي الصلاحية من حقه أن يقرر العقم الدائم. هل طبيب أخصائي من حقه أن يفعل ذلك؟ معظم مراكز العالم ما تعطي هذه الصلاحية لطبيب أخصائي، إنما تعطي استشاري أو 2 يكونوا ذو خبرة. أنا أتكلم على القرار وليس التنفيذ، قد ينفذها لاحقا أخصائي. فإذا كانت السياسة والإجراءات والصلاحيات ليست موجودة في المستشفى أساسا فهل المستشفى معناته أنها تغرد خارج السرب. أما إذا كانت موجودة
واخترقها الممارس الصحي فإنها تعتبر أيضا مخالفة للنظام ومخالفة المادة 9 من النظام التي تنص على أن الطبيب يجب عليه أن يلتزم في ممارسته بحدود إمكانياته وصلاحياته. أما بالنسبة لما ذكره الأخ نبيل أنه أضيفت كلمة لاحقا على توقيعه فهذه من السهل جدا إثباتها، لأن أي كونسنت يجب أن يكون فيه 2 شهود. الشهود ليس مهمتهم ولا وظيفتهم أنهم يشهدوا على إقرار المريض، بل هم وجدوا لصالح المريض. لهم هدفين أساسيين، الهدف الأول أن يشهدوا أنه تم الشرح والإيضاح للمريض وليس فقط أنه وقع على كلام لم يفهمه ولم يستوعبه، والهدف الثاني أنه يشهدون بما وقع عليه المريض تلافياً لأي إضافة قد تضاف لاحقاً. فإذا الشهود موجودين انتهى المسألة. إذا كان لم يتواجد الشهود فهذا يرجع مرة أخرى ويرجع على هذا الإذن غير قانوني كله برمته، سواء اعترض المريض أو لم يعترض. فبالتالي الخلاصة أن هذا الإذن الطبي بهذه المواصفات التي ذكرت في الحلقة غير قانوني، ويجعل الممارسة كلها غير قانونية ومخالف لعدة مواد في النظام، وينقل الممارسة كلها للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية السعودية. جميل. يعني أستاذ نبيل الآن بعد ما سمعت هذا الرأي القانوني واضح الفكرة الآن أمامك؟ واضح الفكرة، بس يا دكتور ترى أحب أبشرك ما في شهود، الورقة عندي ما في إلا توقيعي، توقيع الدكتورة وتوقيع زوجتي. يعني حتى الورقة والله يا جماعة أخيرا كنت متمنى تطلع في التلفزيون، لو تشوفونها يمكن حقيقي أنكم تستغربوا من الشيء اللي صار. أنا ما قمت بهذه القضية، ولي الآن تقريبا 9 أشهر عشان إنه أنا مالي شيء. أنا إنسان انظلمت بمعنى كلمة انظلمت. صحيح. أنا بني آدم تعبت من كثر ما أجري للشؤون الصحية. الرجل اللي تحت الأمن اللي دخلني يكتب لي ورقة، من يوم ما يشوفني يسجل اسمي هو قد حفظ اسمي. أنا تعبت من كل، أنا حتى دوامي عملي صرت مهمل فيه. أنا متمني إن مديري يخش محادثة وتسمعون الآن ليه كله مساب جرياني في الشؤون في الدوائر الحكومية. أنا بني آدم في حياتي كلها لم أرفع قضية على جهة واحدة، أول مرة في حياتي أرفع قضية وتوبة، ما عاد حقي لو راح ما عاد أبغاه. ليه يا جماعة الخير أنا قاعد أتعب تسأل ويجيني واحد من الشؤون الصحية يربض على كتفي كذا ويقول لي يلا أنت مفكر موضوعك هذا يخلص شهر ولا شهرين، بعد سنة نتقابل إن شاء الله وموضوعك زي ما هو. طيب إحنا وين عايشين إحنا؟ طيب أستاذ نبيل، يعني أنا والله أتفهم وأقدر فعلا الموقف اللي أنت فيه، وهو موقف صعب صراحة الأمانة. نسأل الله يعني أن يعوضك ويعينك على ما أنت فيه. أنا أناشد بس يا أستاذي، أناشد بمعنى باختصار. كلمة أناشد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع بالتدخل العاجل في هذا الموضوع. جميل. لأنه أنا بني آدم ترى تعبت نفسيا، تعبت أنا حياتي الأسرية يا طيب. دكتور الدمبرة من الآخر. طيب يعطيك العافية أستاذ نبيل، وصل صوتك. دكتور سليمان أخيرا إذا في تعليق سريع قبل ما بس جس تعليق بسيط أقول، يعني بالنسبة لربط الأنابيب ما أظن يكفي المريض وزوجته والاستشاري، يجب أن يكون فيه 2 استشاريين أو الاستشاري مع المدير الطبي. جميل، يعطيك العافية دكتور سليمان النجاشي استشاري النساء والأولاد، شكرا جزيلك معي في الاستوديو. أيضا عبر الهاتف زوجة متضررة أستاذ نبيل السلمي، يعطيك العافية والله يكون في عونك إن شاء الله. ودكتور عبد الهادي المزروعي عبر الأقمار الصناعية من المدينة المنورة، عضو الهيئة الشرعية للأخطاء الطبية في المدينة المنورة، شكرا لكم ضيوفنا الكرام.